ثوار ليبيا يبدأون معركتهم للسيطرة على العاصمة، وأنباء متضاربة بشأن اشتباكات في ضواحي طرابلس. مع تواصل العملية العسكرية وسقوط عشرات القتلى والمعتقلين، دمشق تسمح للجنة دولية بتفقد بعض مناطقها. بعد اشتباكات عنيفة مع كتائب القذافي، أعلن الثوار الليبيون سيطرتهم على مدينة تاجوراء بالكامل. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام، أهلا بكم. شهدت ليبيا في الساعات الأخيرة تطورات عدة ميدانيا، ففي العاصمة طرابلس أكد الثوار أن بعض المواجهات حصلت داخل العاصمة، معتبرين أن ساعة الصفر قد دقت وأن العدد التنازلي بدأ لبسط سيطرتهم عليها كاملة، فيما قال شهود عيان أن المعارك لا زالت مستمرة في جميع أنحاء طرابلس بين الثوار وكتائب القذافي، امتدت من شرقها إلى غربها. وفي المقابل أعلن المتحدث باسم القذافي موسى إبراهيم أن العاصمة الليبية آمنة، وأنه تم القضاء على من وصفهم بالمتسللين في بعض المناطق، وأن قوات القذافي مسيطرة على الوضع تماما. إلى التطورات السورية، حيث أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة في محافظة إدلب باقتحام الجيش السوري وقواه الأمنية لعدة مدن، فيما وصلت تعزيزات عسكرية إلى قرى شرق معر النعمان استعدادا لاقتحامها على ما يبدو، فيما قتل شابان عند الحدود السورية التركية جراء قصف الجيش السوري. وأشارت الأنباء إلى أن القتيلين هما من الفارين من مخيم الرمل الجنوبي باللاذقية. وفي حمص، ما زالت الكهرباء مقطوعة عن بعض أحياء القصور، وتواصلت التظاهرات الليلية في مناطق متفرقة من سوريا. أمل العاهل المغربي الملك محمد السادس في اشتراك الطاقات الشابة في الانتخابات التشريعية المقبلة لتعزيز انخراطهم في الإصلاحات السياسية ومشاريع التنمية. جاء ذلك في خطابه بمناسبة العيد الوطني للمغرب، وكانت منظمات شبابية دعت إلى تخصيص حصة للشباب على اللوائح الانتخابية في الاقتراع التشريعي المبكر الذي سيجرى في شهر نوفمبر المقبل للمساهمة في تجديد الطبقة السياسية في المغرب. أعلنت مصادر قبلية وأمنية مقتل 11 شخصا من رجال القبائل في محافظة أبين جنوب اليمن في عمليتين انتحاريتين منفصلتين ومتزامنتين نفذها عناصر ينتمون إلى تنظيم القاعدة. وأفاد مصدر قبلي إلى أن 3 من رجال القبائل بينهم زعيم عشيرة عشال الشيخ أبو بكر عشال قتلوا في مدينة موديا شرق زنجبار عندما فجر انتحاري نفسه في ملعب لكرة القدم. وأفاد مصدر قبلي آخر إلى أن 8 أشخاص قتلوا وجرح آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موقعا يتمركز فيه مقاتلون قبليون في منطقة العرقوب المطلة على بلدة شقرة. وفي النهاية تذكير بالعناوين. ثوار ليبيا يبدأون معركتهم للسيطرة على العاصمة، وأنباء متضاربة بشأن اشتباكات في ضواحي طرابلس. مع تواصل العملية العسكرية وسقوط عشرات القتلى والمعتقلين، دمشق تسمح للجنة دولية بتفقد بعض مناطقها. بعد اشتباكات عنيفة مع كتائب القذافي، أعلن الثوار الليبيون سيطرتهم على مدينة تاجوراء بالكامل. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.